رانيا، السلام عليكم. رانيا يا رانيا رانيا. ايه عادل، حرام عليك، وانت جيت؟ جيت من بدري يا رانيا، ايه خير في ايه؟ معلش يا بيبي، اصل انا كنت بقرا الجنان كده ومندمجه في موضوع السفاح اللي اسمه الشنقيط. سفاح اسمه شنقيط؟ ايه السفاح ده يعني، بيعمل ايه؟ ايه عادل في ايه؟ هو انت على طول كده منعزل داخليا وخارجيا، ما عندكش اي معلومات؟ ده سفاح، سفاح الهرم المشهور. سفاح الهرم ده غير بقى سفاح المعادي بقى. ايوه يا عادل، ما هم دلوقتي بقى الجديد بقى ان هم بقوا يعملوا لكل منطقه سفاح، سفاح الهرم المعادي، بولاء الخيمه، 200 عقبه. 200 عقبه وبولاء الخيمه، ده ايه السفاحين العجاب دول؟ والسفاح المره دي بقى تخصص ايه؟ اطفال. تخصص اطفال؟ ما مش هيغيروا ابدا، مفيش مره يطلع مثلا سفاح بتاع نسا وولاده. قصدك ايه يا عادل يا سعيد؟ لا ما قصديش حاجه يعني، انا بس حاجه جت في دماغي كده. وده بيخطف العيال بقى يعمل بيهم ايه؟ عادل، هو انت في حد قالك لا سمح الله ان انا بخطف العيال؟ ما اناش عرفني، بس هو بالعقل كده في الغالب هو بيخطف العيال عشان يشحتهم ويسرحهم، يشحتوا في كل حته. يخليهم اولاد شوارع يعني، معروفه الحكايه دي. رانيا، هي ياسمين فين؟ ياسمين في اوضتها يا بيبي، مش عارفه اليومين دول كده بحسها انها مكتئبه. لا مكتئبه ايه يا رانيا، دي طفله يا ماما، ما تفهمش لا اكتئاب ولا غيره، كل ما في الموضوع يعني مثلا انها مش لاقي حد تتسلى معاه، طفل اصغر منها اخوها تلعب بيه تلعب معاه كده يعني. مش عارف بصراحه، بس اللي انا متاكده منه ان هي مش في المود، مش متظبطه كده. طب تفتكري ليه يعني؟ مش عارفه عادل، بس انت عارف بقى انا خايفه تكون بقى عرفت عن موضوع السفاح، وانت عارف بقى الولاد نفسيتهم وخيالهم واسع بقى، وتفتكر بقى ان في حاجات وحشه هتحصل وبتاع ومصايب كده يعني. لا لا لا، واضح ان انت اللي قعدتك مع سناء خلت لك دماغك يعني تلسع. ياسمين مطمنه وعايشه في امان الحمد لله، وهخش اطمن عليها انا دلوقتي. ماشي. ازاي يا حبيبة بابا؟ ايه ياسمين يا حبيبتي؟ ايه مالك يا حبيبتي؟ يعني انت يعني يا بابا مش عارف في ايه؟ لا مش عارف في ايه، قولي لي انت بقى في ايه؟ بابا انت عندك كام بنت؟ ايه اللي عندي كام بنت ده؟ انت هتوديني في داهية مع ماما؟ مفيش غيرك طبعا يا حبيبتي، يعني انا هتجوز عليك واخلف كمان، معقولة يعني يا ياسمين؟ بابا انا ما قصدتش كده، انا اقصد يعني انا بنتك الوحيده صح؟ طبعا بنتي الوحيده والجميله واجمل بنوته في الدنيا كلها. بابا على فكره يا بابا انت ما بقتش تفسحني ولا تيجي تزورني في المدرسه ولا تجيب لي طلباتي. ما جبتلكيش طلباتك يا ياسمين؟ انت ناسيه لما طلبتي مني ايس كريم، جبتلك ايس كريم حتى من الاماره اللي هو ابو عصايه، وجبتلك كيس بطاطس كبير جدا كده، هو ما رضيتيش تديني ولا بطاطسايه واحده حتى. يا بابا انا مش قصدي الحاجات دي. امال قصدك ايه يعني؟ يعني انا كم مره اطلب منك فلوس اشتراك الباص وانت تطنشني. فعلا صح يا ياسمين. بابا انت عارف يا بابا ان الباص ده مش بتاع المدرسه، ده بتاع السواق، وكمان السواق ده دايما يفضحني قدام اصحابي. ده سواق قليل الادب، يعني ايه يفضحك قدام اصحابك؟ عموما يا ياسمين يا حبيبتي انا اسف، خلاص بعد كده يعني مش هنسى، يعني انا بجد نسيت خالص يعني. انت يا بابا دايما ناسيني. ايه دايما ناسيكي ده؟ لا يا حبيبتي انا عمري ما انساكي طبعا، اي حاجه انت عايزاها انا عنيا ليك يا ياسمين، بس اهم حاجه الفتره اللي جايه دي مش عايزك تتكلمي مع اي حد غريب، يعني من البيت للمدرسه ومن المدرسه للبيت. يعني اروح فين يا حسره؟ يا حسره؟ انت بقيتي بيئه كده ليه يا ياسمين؟ ايه يا حسره دي؟ قولي يا خراشي. يا خراشي. مش عارف اجيب الفلوس بتاعت الباص بتاعت ياسمين دي منين. ها يا رن، ها يا رن، مالك يا رن؟ ايه في حد حصل له حاجه؟ ياسمين بنتي؟ امتى الكلام ده حصل؟ وانت كنت فين يا هانم؟ طبعا عند الكوافير، ده اعز ما املك يا رانيا، يا رانيا دي هي دي اللي فضلالي في الدنيا يا رانيا. هبلغ البوليس طبعا، هعمل ايه؟ يعني ايه ما بلغش البوليس؟ الله الله الله، هو مش عارف هو عمل ايه؟ دي بنت انا وانا هسكت؟ ماشي يا رن انا هتصرف. سلام 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 سلام. في ايه يا دوله مالك؟ ياسمين. ياسمين مين يا دوله؟ ياسمين بنتي يا رمزي. مالها يا دوله؟ ياسمين اتخطفت يا راجل. خضتني يا راجل. ايه اللي مضايقك يعني يا دوله؟ خرب بيتك
انت جنس مليتك ايه؟ انت غبيات ما بتحسش يا انا ما بتحسش. طب وليه بقى تشتم دلوقتي بقى دولة؟ ياد بقول لك بنتي اتخطفت ياد وانت مش حاسس. انا بقول لك ايه؟ ايوه انا قصدي يعني دولة ممكن تلاقي اللي خطفها دون ان شاء الله يعني هيكون ايه بيفسحها ولا حاجه واشتري لها شوكولاتات وجايه دولة. ايه بس بالبساطه دي؟ ايوه دولة طبعا بالبساطه دي. هو ما يعرفش هي بنت مين وممكن انت تسوي فيه ايه وتعمل فيه ايه؟ سيبك من دي يا عم. هو ما يعرفش ان انا شغال مع عادل سعيد ها وممكن اعمل فيه ايه. ممكن تعمل ايه يعني؟ هو انا لسه ما فكرتش اعمل فيه ايه دولة. بس مش المهم دلوقتي انا دولة، المهم بنتك ياسمين. ياسمين اتخطفت يا دولة. طب انت لسه حاسس دلوقتي ان هي اتخطفت؟ امال انا بقول ايه من الصبح يالا؟ هو انت لما كان حد بيضربك على قفاك في المدرسه كنت بتحس بيها لما بتروح البيت؟ تصدق يا دولة وانا ببقى قاعد لوحدي في الاوضه وبحس ان القلم مطرقع كده وانا اقول مين اللي ضربني وانا قاعد لوحدي كده. مش المهم دلوقتي يا دولة، انا مش مهم انا احس يا دولة، المهم بنتك ياسمين. رد على التليفون، رد على التليفون، انا مفيش دماغ دلوقتي ارد على اي حد. رد قول انا مش موجود. اقوله مش موجود يعني؟ استنى دول. الو؟ ايوه. لا عادل مش موجود. لا مش، لا يا سيدي ماشي يا عم مش هنا. حاضر يا سيدي حاضر. يلا بقى مع السلامه بقى، احنا ناقصين هزار. مين يا لا رمزي؟ عالم بتهزر يا عم، بيقول لي انا اللي خطفت بنت عادل سعيد. وتقفل السكة يا غبي. ما هو ده اللي انا مستنيه يا اهبل. ما هو ده اللي انا عايزه، ده اللي انا عايز اعرف خطفها ازاي. يا دولة دلوقتي هو اي حد يتصل بينا ويقول هو اللي خطف ياسمين نقوم مصدقينه من غير ما نفكر يا دولة. وانت بتاع التفكير اهو. هو 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 هو. طب دلوقتي هتقول له انت مش موجود ليه؟ الو الو. ايوه انت مين؟ ها شنقيط؟ انت اللي بتخطف العيال الصغيره؟ انت مستهبل يا شنقيط؟ تخطف ياسمين بنت؟ انت مش عارف دي بنت مين؟ بنت عادل سعيد. ياض يا شنقيط ياض، وخلي اللعبه مع الكبار. بقول لك ايه؟ الو الو يا دول. قفل السكه الحيوان يا دول. ما انت اللي زعقت له قوي يا دول. ما انا اعمل له اهو اهو. بيطلب تاني بيطلب تاني. زعق له. الو. ايوه ياسمين. ايه يا حبيبتي؟ انت فين؟ انت فين؟ مش عارفه انت فين. طب ياسمين حد بيضايقك؟ بيعذبوكي وبيشدوا شعرك؟ ما تخافيش ياسمين، باباكي. الو الو الو. ايه يا دولة؟ ياسمين مالها؟ قفلت هي كمان. طب ودلوقتي هتعمل ايه يا دولة؟ مش عارف يا رمزي اعمل ايه. ادفع الفلوس ولا بلغ البوليس؟ لا يا دولة ما تبلغش البوليس يا دولة، اصل العصابة تأذيها تاني يا دولة. بقى ادفع وخلاص، ادفع وخلاص، ادفع وخلاص. طبعا انت مش خسران حاجة، ادفع وخلاص. طب يا دولة دلوقتي الفلوس اهم من ياسمين ولا ياسمين اهم يا دولة؟ ياسمين اهم طبعا، بس انا ما احبش حد يلوي ذراعي. انا عادل سعيد ما يتلويش ذراعي ابدا ويطلب مني فدية لبنتي. طلبوا كام يا دولة؟ بيضغط عليا، بيعجزني، طالب مني 2400 جنيه. كلب انت، قيمتك اكتر من كده بكتير يا دولة. انت المفروض يطلب مثلا 800 جنيه، 950 جنيه.